التواصل يستمر وانطلاقاتنا تتواصل في صباح هذا اليوم، أشواط جميلة ورائعة للقاية، تحديات هذا الصباح وتحديات سن الكبار. تنطلق الأشواط وينطلق تنطلق الآمال مع المشاركين في تحقيق الفوز والناموس. ثامن أشواط صباح هذا اليوم، أعلنت انطلاقه وأعطت إشارة البدء بالانطلاق قبل قليل ليحمل الزمول المهجنات الأصايل في هذا المضمار في هذا الانطلاق في 8 كيلومترات، لنتقدم لنتعرف لنرى هذه الانطلاق انطلاقه وهذه الاثار الحاضره في هذه الاشواط وفي هذا الصباح الجميل. كل الاسماء حضرت وكل الشعارات حاضره ومتقدمه في هذا الانطلاق وفي هذا الابداع الجميل. في هذا الابداع الجميل انطلق الشوط، انطلقنا وبنلحق بركب المقدمه بالمراكز الاولى، نسير مع المركز الاول، نتقدم مع مقدمه الشوط. القاسم القاسم ياتي او قسام، قسام ياتي بالمركز الاول، حمد بن راشد بن غدير يقدم قسام على مقدمه الشوط على المركز الاول، بينما من قسام الى المركز الثاني وبنلقى في ثاني المراكز هذا يتواجد منذر، منذر حمد بن محمد بن عبيد الغفلي على ثاني المراكز. المركز الثالث نمرود ياتي في المركز الثالث، يتقدم سعيد بن علي بن مبارك الكتبي ياتي بهذا الاندفاع على ثالث المراكز. المركز الرابع من الجانب الاخر، شوف اللي يتقدم رياض بن ثامر السعدون ياتي بهذا الاندفاع والانطلاق على المركز الرابع. المركز الخامس، خامس المراكز، الجذاب، الجذاب عمر بن محمد الحجري ياتي في هذه الانطلاقة على المركز الخامس. أما المركز السادس فهنا بنلقى في سادس المراكز مساح محمد بن حمد بن سلطان بن درويش المنصوري على سادس المراكز. المركز السابع هذا هو، هذا مطوف، مطوف ياتي بالمركز السابع، سالم بن عامر المدهوشي يقدم مطوف. المركز الثامن تقدم فيه مسامح ياتي بهذا الانطلاق والسلطان بن عبد الله بن شر الخاطري في المركز الثامن. المركز التاسع اشوف هناك دخول وتحدي، هذا هو بدران ياتي، خليفه بن محمد او خلفان بن محمد بن خلفان المزروعي. والمركز العاشر نشوف عاشر المراكز هناك في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع الجميل والرائع على أرضية هذا الميدان. ناخذ عاشر المراكز لنكمل به ندانا الأول، الشهم لراشد بن خميس بن سيف الحسنى ياتي في هذه الانطلاقات. راشد بن خميس بن سيف الحسني ياتي في المركز العاشر. هذه النتيجة، هذه النتيجة للعشر المراكز من الزمول الأصايل المهجنات في الشوط الثامن عبر شاشة دبي ريسنج في هذا النقل الحي والمباشر مع سن الكبار مع الانطلاقات الجميلة في أرضية هذا الميدان. كل الجماعة حاضرون ورافعين شعار نحن قادمون إلى هذا الموسم بالإنجازات وبالتحديات الجميلة. نعود إلى المركز الأول، نعود إلى غسام اللي في المقدمة اللي مسيطر على المقدمة بل اللي منفرد بالمركز الأول. غسام على مقدمة الشوط، حمد بن راشد بن غدير على المركز الأول يتقدم، ياتي بهذا الانطلاق يتقدم مع الواثق ومع استعداد الباين ما شاء الله مع هذه الأسماء النجومية الحاضرة دائما المقدمة بالنوعية وبالدعم من حمد بن راشد بن غدير. المركز الثاني ياتي في مبلش، مبلش رياض بن ثامر السعدون على المركز الثاني.
الثاني، المركز الثالث، ثالث المراكز هذا منذر لحمد بن محمد بن عبيد الغفلي على المركز الثالث. الثلاثة بدوا بير الشوط وانطلقوا مع هذه الانطلاقة، نمرود نمرود سعيد بن علي بن مبارك الاكتبي في هذه الانطلاقات مع هذا الاندفاع ياتي على المركز الرابع في هذه اللحظة. المركز الخامس يتقدم في بدران خلفان بن محمد بن خلفان المزروعي، يقدم لنا بدران على المركز الخامس. المركز السادس يتواجد في مسامح سلطان بن عبد الله بالشر الخاطري، يتقدم في هذه اللحظات على المركز السادس في هذا الاندفاع، بينما المركز السابع المركز السابع هذا يتواجد الجذاب، الجذاب وعمر بن محمد بن ماجد الحجري ياتي بهذه الانطلاقات وفي هذا الاندفاع. المركز الثامن وصل في المركز الثامن مسامح تياتي بهذه الانطلاقة ومحمد بن حمد بن سلطان بن درويش المنصوري. المركز التاسع شوف اللي تقدم في تاسع المراكز، مثير مثير وأحمد بن فايل بن حمد الزرعي يتقدم في هذه اللحظات وفي هذا الاندفاع على المركز التاسع. المركز العاشر لعلي بن غانم بن حموده الظاهري رماح في رمحان في هذا الاندفاع على المركز العاشر في هذه الانطلاقة. هذه العشر المراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط التي تسير ذعناها للمرة الثانية على حضراتكم، منطلقة متناثرة في الميدان في هذا الاندفاع والانطلاق الجميل. الزمول المهجن جنات في ثامن أشواط صباح هذا اليوم منطلق ومندفع بكل ما هو جميل بكل ما هو جديد في الاستعدادات. نسير مع حزام القابات، نعادل حزام القابات، ننطلق مع الثلاثة كيلومترات على اليمين، ياتي حزام القابات ينحني الميدان على اليسار، نتجه بعد ذلك إلى المنصة وإلى خط النهاية بهذا المسار. وقسام غسام على مقدمة الشوط، غسام القسام ياتي بالمركز الأول على مقدمة الشوط. حمد بن راشد بن غدير يقدم القسام على المركز الأول، يسيطر على المقدم الواثق مع هذه الانطلاقات مع التحديات المثيرة والجميلة. مبلش على المركز الثاني، رياض بن ثامر السعدون يتقدم على المركز الثاني. هذا مسار الشوط من بدايته حتى هذه اللحظات. المركز الثالث أيضا منذر حمد بن محمد بن عبيد الغفلي ياتي على ثالث المراكز. هذه الثلاثة من الزمول اللي قادنا الشوط وبدن باندفاعات جميلة ورائعة مع الثلاثة كيلومترات وغادرا الثلاثة كيلومترات مع هذا الاندفاع. نشوف المركز الرابع ونتابع الجماعة اللي غادمون ورافعين شعار نحن غادمون مع هذه الانطلاق والاندفاع. المركز الرابع هذا بدران، بدران في المركز الرابع خلفان بن محمد بن خلفان المزروعي ياتي على رابع المراكز. بالشر ياتي على المركز الخامس، سلطان بن عبد الله بالشر الخاطري يتقدم على المركز الخامس. شعار الرفيس ياتي على المركز السادس، وهذا نمرود سعيد بن علي بن مبارك الاكتبي في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق. هذه المراكز المتقدمة التي تاتي بهذا الاندفاع بهذا الانطلاق الشيق والجميل. هناك ايضا اسماء وكتلة من هذه الاسماء من هذه الشعارات بعد الخمس المراكز،
ولكن عودتنا مرة ثانية، عودتنا إلى القسام، القسام على مقدمة الشوط وهو يأتي بهذا الاندفاع من البداية، من بداية الثمانية كيلومترات ينطلق ويدخل في الكيلومترين الأخيرة التي تأتي بهذه الثمانية كيلومترات. القسام حمد بن راشد بن غدير يتقدم بالمركز الأول، يأتي بهذا الاندفاع المركز الثاني، يأتي مبلش على ثاني المراكز، هذا مبلش رياض بن ثامر السعدون يأتي بهذا الاندفاع على المركز الثاني. المركز الثالث تقدم منذر حمد بن محمد بن عبيد الغفلي من البداية في هذا المثلث الذهبي الجميل الذي يأتي به الثلاث المراكز اللي انفردت عن البقية اللي انطلقت مع هذا المسار وهذا اللقاء. هناك مصورنا ومخرجنا ياخذ لقطة لبقية المراكز حتى بعد الثلاث المراكز التي تنطلق والتي تأتي كذلك باندفاع قوي في الأمتار الأخيرة لتتقدم إلى المراكز الأولى. أما نحن هنا مع الغسام، مع الغسام ما شاء الله الواثق الواثق يتقدم بالمركز الأول، يقدم هذه النوعيات، قدم الكثير والكثير، انتزع الكثير والكثير من الرموز، من البيارق، من الكثير، صمد لفترة طويلة مع هذه الأسماء وهذه الشعارات. شكرا الواثق، شكرا حمد بن راشد بن غدير، من قدم هذه النوعيات، من قدم ثبوت كبير في عالم الأصايل، في عالم الأصالة لهالي مرغم. وهذا القسام على المركز الأول يسيطر بالمقدمة بكل جدارة من البداية. المركز الثاني رياض بن ثامر السعدون يأتي على المركز الثاني بهذا الاندفاع والانطلاق في الأمتار الأخيرة وفي التحديات الأخيرة، ولكن الغسام، الغسام خلاص انفرد بالمركز الأول، انطلق مع المقدمة بهذا الاندفاع في الأمتار الأخيرة. هذا هو الغسام ما شاء الله، تهانينا تهانينا لحمد بن راشد بن غدير، وسلام مرغم سلام على هذا الأداء. 400 متر الأخيرة، 400 متر الأخيرة يصل الغسام ويعلن الفوز، ويعلن ويهدي هذا الفوز للواثق حمد بن راشد بن غدير مع هجني مرغم وإنجازاتها وتحدياتها بهذا الشعار، شعاري مرغم مع هذا الاندفاع لحظات الوصول إلى خط النهاية. تهانينا حمد بن راشد بن غدير على فوز الغسام بالمركز الأول. شكرا أبو سلطان لحميدي بن سالم العامري الدينمو في المتابعة والتضمير مع هذا الاندفاع وهذا الانطلاق الجميل. تهانينا، هذا هو الغسام يصل إلى خط النهاية بإعلان الفوز وناموس في هذا الشوط. المركز الثاني مبلش لرياض بن ثامر السعدون، المركز الثالث من وصل فيه مشاهدين الأعزاء لحميد بن مبارك بن نايع المنصوري، والمركز الرابع، المركز الرابع لسالم بن عامر المدهوشي، والمركز الخامس، المركز الخامس هذا من وصل فيه علال لسعادة صالح بن محمد بن نصرة العامري. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى المتقدمة. نعود إلى التوقيت الزمني، وهذا هو القسام الذي قدم الأداء الجميل، قطع المسافة 8 كيلو متر في 13 دقيقة و14 ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا لحمد بن راشد بن غدير على هذا الفوز. بينما المركز الثاني نشوف مخرجنا مبلش أتى في المركز الثاني، توقيته 13 دقيقة 21 ثانية خمسة أجزاء من الثانية. تهانينا رياض بن ثامر السعدون على هذا الفوز. والمركز الثالث، ثالث المراكز 13 دقيقة 24 ثانية جزء واحد من الثانية من حلة في المركز الثالث الواش، الواش الذي أتى في المركز الثالث لحميد بن مبارك بن نايع المنصوري. تهانينا للجميع.